All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طيب قبل ما نبدأ في المقطع أبغى أوضح لكم كم نقطة. أولا كل عام وانتم بخير ورمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله موعد تنزيل المقاطع في رمضان راح يكون الساعة 10:15 بعد صلاة التراويح مباشرة. ثانيا زي ما تعرفون Red Dead Redemption 2 فيها أشياء وألغاز جدا جدا كثيرة، وتكلمنا عن نسبة كبيرة جدا منها، لكن أيضا في الجهة المقابلة في نسبة كبيرة جدا ايضا ما تكلمنا عنها من ناحية الغاز ومهمات وغير ذلك. فانا قلت من باب التنويع راح نضيف لعبة GTA V لجدول القناة، يعني راح ننزل عن لعبة Red Dead Redemption وراح ننزل عن لعبة GTA V، لانه زي ما تعرفون لعبة GTA V فيها عدد كبير جدا من الالغاز اللي لحد الان ما تم حلها، وان شاء الله جيش لها بيحلها بشكل كامل ان شاء الله. يعني مثلا في خلال شهر رمضان ننزل يوم ردد، يوم لعبة GTA، يوم ردد GTA الغاز وغيرها من هذه الأشياء. أبغاكم تشاركوني آراءكم حول هذا الموضوع، هل تبغون ننزل زي كذا أو لا؟ أعطوني آراءكم ونتخذ القرار سويا. طيب بالنسبة لمقطعنا لليوم راح يكون عن شخص صراحة جدا جدا غبي، وأعتذر عن هذه الكلمة، لكن صراحة هذا الشخص جدا غبي وما يفكر، ويعني الأشياء اللي سويها جدا جدا بايخة. فتعالوا سويا نخش في المقطع. اولا الموضوع راح يبدأ في مدينة الستروبيري، وفي المدينة راح يجيك شخص وراح يدور حوار بينك وبينه، تعالوا نسمع سويا. Sold me a serum made from rhino horn for a little problem I've been having. It didn't work, so I took it to a pharmacist. Turns out it's just water, table salt and flour. You gotta help me find the bastard. Right. So, which way'd he go? Not sure. I reckon he's hiding in town somewhere. I'll keep looking here. If you can check the other side of the river. Howdy. زي ما شفتوا هذا الشخص طلب مننا مساعدة، وموضوع بكل بساطة انه في احد الاشخاص لعب عليه وسرق فلوسه وضحك عليه. بكل بساطة اعطاه السلعة والسلعة طلعت ما هي قد المستوى بمبلغ جدا عالي، بكل بساطة سرقوا. يعني انت مخير بين انك تساعده او ما تساعده. طبعا لما تساعده الان كل اللي عليك انك تبحث في المدينة بشكل كامل عن هذا الشخص. طبعا منطقة البحث نوعا ما كبيرة، دورت في منازل وفي عدة مباني لحد ما مريت من جب هذا الحمام، وانتو بكرامة وصار لي التالي، تعالوا نشوف سويا. What's that smell? Hey there. Sell any miracle cures lately? Hear that rhino horn is real hard to come by. I get it. Just keep it down. That wolf dick sent you here, didn't he? He's a vile man. I did the women out here a favor. Don't tell them I'm here, please. Oh, God. يا رجل ايش هذه الزبنة المولعة؟ ايش هذه الزبنة الرهيبة؟ زي ما تشوفون هذا الشخص متخبي في الحمام، وتحديدا قاعد وسط السيفون زي ما تشوفون. زبنة صراحة النار، جدا نار. وكمان بين فترة وفترة يعني زي ما شفتوا ينزل تحت يشرب من موية الحمام ويطلع مرة ثانية، صراحة ما أدري إيش هذا. طبعا الآن أنت مخير بين أمرين، يا أنك تعلم الشخص الأول مكان الحرامي أو أنك ما تعلمه بالمكان، وأنا راح أوريكم الخيارين أنك تعلمه وأنك ما تعلمه. أول خيار راح يكون أننا نعلمه بمكان السارق، تعالوا نشوف سويا. Swindler's waist deep in shit over behind the woodworks. Okay,
I'm gonna make him drown in that shithole. I'll gut you. Chop your pecker off, you goddamn buckle artist! No! Wait! I worked for the other customer, I swear! Did you take it like I said? Shut your bone box! Brown horn, my ass! You sold me hard tack in a bottle! Stay the hell away from me! I don't deserve this! Jesus! Jesus. Yeah. Mess with me. See what happens. Let's see you sell your rhino bunk now. Listen. Not a word of this to anyone. Agreed? He had it coming. زي ما شفتوا راح إلين الحمام ولين عند السارق ونزل فيه له أبكاس بكس وجلده جلد، والثاني مو قادر يسوي أي حاجة لأنه محشور في الحمام. بعدها مسكوا وغرقوا في موية الحمام، وللأسف الحرامي مات زي ما شفنا، ونهايته صراحة كانت جدا جدا سيئة. يا رجل مين يبغى يموت بهذه الطريقة البشعة جدا؟ وبعدين تعال يا سكامر، تعال يا حرام الغفلة، الحين خلصت جميع أماكن الزبنات عشان تتخبى في الحمام، يعني من بين كل أماكن الزبنات اللي في المدينة قررت إنك تزبل في الحمام، ليش؟ وين عقلك؟ وين من وين تفكر أنت يعني؟ فمن وجهة نظري أنا صراحة أحس إنه الحرامي يستاهل إنه يموت بهذه الطريقة البشعة، لأنه بكل بساطة مغفل، يعني مين يزبل في الحمام؟ يعني ما يعرف يختار مكان يزبل فيه غير الحمام؟ ما أدري صراحة، أحس يستاهل. طيب بالنسبة لخيار إنك ما تقول له على مكان السارق، هذا اللي راح يصير. Might have heard you holler and left. Goddamn slippery son of a bitch! Wish I could have rung him up. For the common good, of course. زي ما شفتوا قرر انه يترك المدينة ويروح من المدينة وينسى الموضوع بالكامل. طبعا الان راح نرجع مرة اخرى للسارق وهذا اللي راح يصير. Mr. Limp Dick won't be a problem anymore. What a lunatic! I can never thank you enough. Lord. Well, coming out. يا رجل فوق ما انه غبي كمان منحوس. زي ما شفتوا السارق لما كان يحاول انه يطلع من الحمام، الظاهر راسه صقع في الحافة وطاح في الداخل ومات. يهو حظه مرة سيء، يعني متخبي في الحمام لما قرر انه يطلع مات. هاي بالله شوف كيف. طيب عندنا سؤال، ايش افضل خيار بين الخيارين؟ هل انك تعلمه او ما تعلمه؟ طبعا لو لاحظتوا في الخيار الاول واللي فيه علمنا السارق بمكان اللي سرقوا، الشخص راح وقتلوا وجلدوا الين ما مات، ولما مات الشرف نزل معانا، وهذا يعني انه هذا الخيار ما هو الخيار الصحيح. بينما الخيار اللي ساعدنا فيه اللي في الحمام ما قل الشرف ولا زاد، وهذا يعني انه هذا الخيار الافضل بين الاثنين. وهذه هي قصة اغبى شخص في لعبة Red Dead Redemption. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم، إيش أفضل خيار بين الخيارين تشوفونه؟ بالنسبة لي أنا صراحة إنه السارق يموت. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.